هنعمل النهاردة وصفة يا بنات مفيش أسهل والأروع منها، الفازلين وقشور البيض من الحاجات المبيضة جدا جدا للمنطقة الحساسة بشكل سريع. هتبيض، هترطب، هتنعم جدا، هتمنع الاحتكاك، هتمنع الالتهابات، وكمان لو في هرش أو حبوب في المنطقة الحساسة ورائحة كريهة بتمنعها تماما إن شاء الله. لو انت داخلة على جواز ومش مستعدة جربي بسرعة الوصفة دي معانا وادعيلي. لو جوزك قرب يجي من السفر وبرده مش مستعدة جربي بسرعة، ولو انت متجوزة وبرده ما بتكونيش مستعدة جربي بسرعة الوصفة دي وقوليلي ايه رأيك. فضلا حط لايك وانت بتسمع الفيديو كده عشان نشوف احنا هنعمل ايه. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد وحشتوني جدا. معايا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة ومش محتاجة تكلفة. قشور البيض فوائده روعة جدا، وخصوصا للتفتيح وخصوصا للالتهابات، الالتهابات في اي منطقة، لو في حب شباب كمان في البشرة بتتخلصي منه ان شاء الله. بس موضوعنا النهاردة للمنطقة الحساسة وتحت الابط وبين الفخذين واي مكان فيه اسوداد في الجسم، النهاردة هنستخدم الوصفة دي. مرة تانية ان شاء الله هنعمله للبشرة الدهنية وكمان للبشرة الجافة وهنستفاد بإذن الله. ما تنسوش بس وانتوا بتسمعوا الفيديو كده تحطوا لايك عشان تشجعوني ان انا اكمل معاكم في الفيديوهات الحلوه. طيب قشور البيض، بعد ما بنسلق البيض بناخد القشور، بدل ما بنرميها بناخدها تاني بعد ما بننشفها كويس، بنحمصها شويه في الفرن، ما بنقيدش الشوايه، ما بنحطش الشوايه عليه، الفرن بس، نسخنه على درجه حراره عاليه شويه، واول ما الفرن يسخن ندخل فيه قشور البيض وما تتحرقش، تتجفف شويه تاني في الفرن. تمام، بعد كده بنطلعها ونسيبها وبعد كده بنطحنها. انا طبعا عملت كل ده، هروح اطحنها بودر وارجع هشوف هعمل ايه معاها. رجعت تاني يا حبيب قلبي بعد ما عملتهم بودر بالشكل ده زي ما انتم شايفين، واحنا بنطحنها هتلاقي برضو في اثر حبيبات، نسيبها يعني مش نطحنها قوي قوي، نسيب شويه حبيبات صغيره عشان هتعمل اسكراب اللي هو المقشر منها فيها للمنطقه الحساسه كمان، يعني هتشيل الجلد الميت كمان واحنا بنعمل التفتيح. تمام، بعد ما خلصت طحن حطيت نص معلقه من النشا اللي هي الكورن فلاور علشان تشد لي المنطقه الحساسه قوي، مكان ما احنا بنعمل السويت بيحصل ترهل للمنطقه الحساسه دي من كتر الشد جامد وعكس بعض زي ما انتم فاهمين يعني. فانا عايزه اشد المنطقه كمان، وكمان النشا حلوه جدا اللي هي الكورن فلاور للتفتيح برده. تمام، طيب انا كده عملت البودر بتاعي وسيحت الفازلين على حمام بخار. تمام، هاخد كده ثواني، طلعت حته فازلين كده وهبتدي ان انا ادمج كل مكوناتي مع بعضها كده. وصفه كده هايله جدا، لو حسيت ان الوصفه بتاعتي تقيله لسه افضل اقلب وهطلعها تاني على حبه حمام بخار. هيسيح طبعا الفازلين معايا وهوريكم شكله. النشا روعة جدا، لو مش عندك نشا مش مشكلة، استبدليها بمعلقة من دقيق الأرز. تمام، أو معلقة صغيرة من الدقيق الأبيض. كده الوصفة بتاعتي جاهزة يا حبايب قلبي، حتى وأنا عاملاها كده في حبيبات أهي، عايزة أوريها لكم بس كده، في حبيبات في إيدي أهو، دي اللي هتعمل سكراب للمنطقة الحساسة. طب نركز كويس، يوميا قبل النوم ولو أخدتي بالنصايح اللي انا هقول لك عليها الخمسه دولت للمنطقه الحساسه، اقسم بالله انت نفسك مش هتحتاجي وصفات تاني. اول حاجه قلنا تغيير البانتيهات، البانتيهات دي تتغير يوميا على الاقل مرتين في اليوم، اللي هي الملابس الداخليه. تمام، الهدوم الداخليه بتكون ملونه مش سودة، لان السودة بتعمل احتكاك وبتصبغ على الجلد. نمتنع عن شفرات الحلاقه وكريمات الازاله كتير. تنشيف بعد كل حمام اعزكم الله، التنشيف مهم جدا بعد كل مره تخش فيها التواليت، نخش فيها التواليت نخلص لازم نعمل فوطه صحيه لنفسنا ننشف بيها اخر اليوم نغسلها او نغليها. تمام، الاسكراب اللي هو المقشر، لو اخدتي بالك من الخمس حاجات دول والله العظيم انت نفسك هتبقي مرتاحه جدا، مش هيبقى في رائحه كريهه ولا التهابات ولا اي حاجه من دي. تمام، طيب انا كده عرفت النصايح بتاعتي. قبل النوم يوميا بغسل المنطقه كويس جدا بميه دافيه. تمام، بغسلها بميه دافيه وبعد كده ببتدي انشفها وببتدي اخد من المكون بتاعي دوت اللي انا عملته. لو عايز اعمل كميه بطحن يعني، عندي مثلا عملت كام بيضه على الفطار حبه كتير كده مثلا
ببتدي اسلقهم واخد القش بتاعهم وبعد كده اجففه تاني في الفرن، وابتدي ان انا اطحنه كويس وبحط معلقه كبيره من النشا وادوهم كويس واحطهم على علبه فازلين واسيبها في الثلاجه لحين استخدامها كل يوم قبل النوم. استخدمها بالطريقه اللي هقول لكم عليها دي. طبعا الفازلين بيجمد، بنحط على الحمام بخار بيرجع زي ما كان زي الزيت بالظبط. بنبتدي نوزع ال، بص وانا بعمل كده هتلاقي فيه حبيبات في ايدي اهي شايفينها كده، هي دي اللي هتعمل سكراب اللي هو المقشر تزيل خلايا الجلد الميته بالمره وهتعمل على التفتيح السريع باذن الله. بنبدا ندعك كده في المنطقه الحساسه بالراحه خالص على الاقل مهنين، حتى لو احنا عندنا تحسس ولو عندنا التهابات لو عندنا هرش حبوب كل ده بيختفي ان شاء الله بمجرد ما تحطي الوصفه الروعه بتاعتنا دي. بنبتدي ندلك لمده 5 دقائق عكس عقارب الساعه في المنطقه الحساسه وبنسيبه 10 دقائق تمام. وبعد كده بنقوم نغسل المكان وبننشف كويس جدا جدا وخلاص. ممكن نحط زيت الورد اخر حاجه اخر مرحله او مسك اخر مرحله.